إلى تطورات الأوضاع في الموصل، حيث قال عضو لجنة البشمركة في برلمان إقليم كردستان يعقوب كوركيس إن مشاركة قوات كردية في معركة استعادة الموصل تحتاج إلى قرار سياسي متفق عليه بين حكومتي المركز والإقليم. وأضاف كوركيس إن استعادة المناطق المتنازع عليها ستنتج عنها صعوبات سياسية، مشددا على ضرورة الرجوع إلى سكان تلك المناطق قبل حسم أي قرار بشأنها. المناطق المتنازع عليها هي مناطق المكونات القومية الصغيرة أو الأقليات، سواء كان ذلك في سهل نينوى أو سنجار أو تلعفر. فبالتالي أي قرار أو أي حسم لهذه الملفات بدون الرجوع إلى إرادة ورأي أصحاب ومكونات هذه المناطق، أنا باعتقادي ستكون هناك صراعات عميقة وعقيمة، وستدفع هذه الأقليات ضريبة ذلك.